افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم الدورة 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب التي تستمر أعمالها حتى 10 من تشرين الثاني نوفمبر. المزيد في سياق تقرير الزميل عطاء الدباغ. دورة جديدة من معرض الشارقة الدولي للكتاب تفتتح أعمالها تحت شعار قصة حروف. جمعت نخبة من المسؤولين الحكوميين والأدباء والمفكرين العرب على رأسها وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي الذي اختير شخصية العام الثقافية في حين حلت اليابان ضيف شرف على دورة العام 37 احتفاء بحضارتها المتميزة المليئة بالمنجزات الأدبية والثقافية. نحن هنا سعداء جدا بتواجدنا هنا في الدورة 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب. هذا المعرض يضم طبعا الملايين من العناوين. هذا معرض نحن فخورون جدا به بدعم السخي من دكتور سلطان بن محمد القاسمي. دعم الشباب هو أمر بديهي، كانت هناك مناظرة للشباب المشاركين أيضا في المعرض، وهناك أيضا الكثير من النشاطات التي يجب أن ترعاها الوزارة في احتضان المواهب سواء كانت شابة أو غير ذلك. اليوم في معرض الشارقة الدولي للكتاب يشارك أكثر من 1876 دار نشر من 77 دولة من دول العالم، تقدم أكثر من 1,600,000 عنوان في أرفف معرض الشارقة الدولي للكتاب، أي ما يعادل أكثر من 20 مليون كتاب في يسخر بها معرض الشارقة الدولي للكتاب. دولة الإمارات وإمارة الشارقة بالتحديد إن شاء الله لقبت بعاصمة العاصمة العالمية للكتاب لسنة 2019 من اليونسكو، وهذه طبعا يعني نفتخر هذه الجائزة وهذا التكريم نفتخر فيه جميعا في دولة الإمارات. الملفت في دورة هذا العام هو الإقبال الشبابي الذي تجاوز أن يكون الشاب قارئا، بل أصبح مشاركا فعالا في تأليف الكتب ونشرها بدعم واهتمام مباشر من قبل دور النشر، إيمانا منهم بأن الشباب هم المحرك الرئيس للإبداع. طبعا معرض الشارقة الدولي للكتاب هو من أهم المعالم الثقافية إن لم يكن في الوطن العربي وفي العالم، لذلك جميع الكتاب أو القراء أو المثقفين يتوافدوا لهذا المكان حتى ينهلوا من هذا النبع الغزير بالثقافة وبتنوع الثقافة من أدب من شعر من فن من علم من محاضرات دورات ورش ترفع مستوى الثقافة عند المجتمع. كتبت هذه الخواطر، مجموعة الخواطر نقدر نقول، وخليناها دائما الناس يقول لك كيف أنسى، أنا ما أقدر أنسى اللي صار أيا كان، فالنسيان هو عبارة عن تدريب الخيال على احترام الواقع، كيف تدرب خيالك على احترام الواقع. ففي في هالكتاب طرق كيف تدرب خيالك أن يحترم واقعك، هذا معناته هو النسيان، واضطريت أني أنا أسميه يعني ما الذي أفكك. قصة حروف، قصة كتبتها إمارة الشارقة، أبطالها روائيون وكتاب وقراؤها من جميع أنحاء العالم. رسالتها أن الكتاب أهم مصدر للمعرفة. عطاء الدباغ لأخبار الآن الشارقة.